السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي ومتابعي قناة فتي حسن وفتي حسن، نهاركم مبروك، صباحكم مبروك، اي بون ويكند. كي صبحتوا الخوت كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ أحوال صحيحة؟ الأحوال مزيانة؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وصبحتوا بخير وعلى خير. لقد عدنا لكم مرة أخرى، وأتمنى أن تكون هذه العودة مبروكة إن شاء الله، وكما كنقولوا مربوحة وتكون بالتيسير. كاين اون ديرنيير مينيت جبناها لكم اليوم إن شاء الله، وكاين مفاجأة أخرى إن شاء الله غتكون في الأخر ديال الفيديو. لا ديرنيير مينيت ديالنا غادا تكون ان شاء الله هي لو نيميرو 9، الرقم 9 غيكون هو لا ديرنيير مينيت. بالنسبة لو شوفال اكومبانيون غادي يكون ان شاء الله هو الرقم 14، لو نيميرو 14 غيكون هو لو شوفال المصاحب ان شاء الله. اتمنى ما يخذلناش او ما يخذلوناش هاد الارقام اللي غنعطيوكم، ويكونوا ان شاء الله في لاريفي او على الاقل يكونوا منهم جوج او واحد. دونك لا ديرنيير مينيت 9 لو شوفال اكومبانيون غيكون هو الرقم 14 لو نيميرو 14. بور ان كومبليمون غادي نعطيكم واحد لو شوفال يعني ماشي سير منو، مي اتمنى ان يكون بارمي لي 5 وهو الرقم 2. دونك مون كومبليمون غيكون هو لو نيميرو 2 الرقم 2. بالنسبة للمفاجأة غادا تكون إن شاء الله أن سويفي. اليوم عندنا أن سويفي في لاريفي، يا إما من الفوق يا إما من الوسط يا إما من التحت، الله أعلم. المهم كاين أن سويفي في لاريفي، وعلى حسب التخمينات ديالي والله أعلم أنه غيكون إما من الوسط إما من التحت. مي هذا ما يمنعش انكم تبحثوا، مهم كاين ان سويفي اما من جوج او من ثلاثه د الارقام او من اربعه د الارقام، الله اعلم. المهم كاين ان سويفي غادي يكون. دونك اتمنى ان تكون هذه المعلومات قد افادتكم او ستفيدكم ان شاء الله في اللعب ديالكم. دعوتكم كالعاده لاخوكم فتي حسن، وكنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم وعلى الدعم ديالكم لينا والقناه، وكنشكر الاخوان اللي ضافوا لينا جداد. كنقول لهم مرحبا بكم بين خوتكم وخواتاتكم في قناه الاصدقاء، قناه فتي حسن تيرف. الى هنا كنودعكم، والى امل اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو اخر. وما تنساوش اخوتي لي لايك لي جيم والبارطاج للقناه لي فيديو ديالنا باش يعرفوهم وتعرفوا عليهم الاخوان. وكنشكركم بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله.